بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اليوم نحن في درس جديد حول التحميل أسرع متصفح في العالم وهو نيترو. هو متصفح سريع جدا، هو أصلا لا يحتوي على تعديلات والأوبشن، لهذا هو سريع جدا. سنذهب إلى رابط موقع نيترو، سأضع لكم أسفل الفيديو. كما ترون هذا هو شكل المتصفح، هذا هو شكل المتصفح. نذهب هنا ونضغط تراي نيترو، ثم نضغط على سيف فايلز وسيتم التحميل. انا حملت صفحة من قبل، نقوم بتثبيت عادي كأي متصفح. كما قلت لكم هو متصفح سريع. نضغط على وي، ثم جاو. ولديه أيضا نافذة جميلة جدا، خلفية جد ورائعة. يعني لا يتطلب وقت كثير. كما ترون يعني تثبت بسرعة. انتظر لحين كما ترون إذا ضغطنا على هو يأتي أبيض مثل هذا. كما ترون إذا ضغطنا هنا يعطيك روابط افتراضية مثل جوجل، يوتيوب، هوتميل، فيسبوك إلى غيرها. نضغط على جوجل، كما ترون هنا جوجل. سنقوم هذا المتصفح جيد لذوي الحواسيب البطيئة والانترنت الضعيفة. مثلا هنا الرجوع، مثلا كما ترون هنا فافوريز إلى غيرها، هنا التحديثات. هذا جديد فيه، لم يكن من قبل. هو خلفيته جد ورائعة كما ترون هنا، والانتقال بين الصفحات سريع جدا. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد أعجبكم ونفعكم، ويتبخلون بسبسكرايب ولايك. وإلى اللقاء في درس آخر. بالتوفيق.